كما كتشوفوا اليوم الحمد لله الظروف ديال الجمع العام مرات في ظروف جيدة جدا، وكان الحضور المكثف ديال جميع الأعضاء ديال الغرفة ولا الضيوف ديالنا الحمد لله كانوا حاضرين الحمد لله. كان العدد كان جد مهم، وبالنسبة للناس اللي كانوا عن بعد واللي كانت النقطة اللي هي فريدة هي النقطة ديال الانهيار ديال الثروة السمكية، وكيفاش نلقاو الحلول باش نردوا ان شاء الله الثروة هذه باش يستافدوا منها المغاربة ويستافدوا منها المهنيين. كان اولا قبل كل شيء كنبلغ وكنهني جميع البحارة والمجهزين والموظفين اللي كيشتغلوا في قطاع ديال الصيد البحري. العيد ان شاء الله العيد الكبير على الابواب، وكنعرفوا بانه هذا الانهيار كان عليه واحد التاثير اللي هو كبير على 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 البحار، وكنعرفوا بانه العيد الكبير هو واحد المساله اللي هي ساكري بالنسبه للمغاربه وبالنسبه للمسلمين. ومن هذا المره هذا كنشكر جميع المجهزين ديال بالاخص الصيد في اعالي البحار اللي ساهموا مع البحاره ديالهم في الاضحيه ديال العيد. وبالنسبه للصيد الساحلي راه دايرين واحد المجهود اللي هو كبير، وكنشوفوا بانه كاين ربما بارتفاع التكلفه ديال المحروقات الناس ساهمت بالجيب ديالها باش البحاره ديالهم حتى هما باش يستافدوا ان شاء الله في عيد الكبير ويمروا في ظروف جيده، وبالنسبه للصيد التقليدي كذلك. ولهذا كنطلبوا من الاخوان الصحفيين كذلك مشكورين، وكنبارك لهم العيد وكنقول لهم الله يخليكم تعاونوا معنا باش نسلطوا الضوء على ما يقع في المناطق الجنوبيه. هذا الاستنزاف ديال الثروه السمكيه اللي هو واحد الاستنزاف اللي هو جد خطير وغير مسبوق، واليوم كنشوفوا اليوم الجميع تحملنا المسؤوليه ديالنا وجميع المعنيين تحملوا المسؤوليه لما فيه الخير ان شاء الله للقطاع ديالنا. وشكرا.